في سؤال اختنا الفاضله امبارح، كانت الست ام احمد وكانت بتسال عن قضاء الصلوات. الواجب في مساله قضاء فوائت الصلاه، واللي انا بميل اليه اكتر، ان هو دين، ودين الله احق بالقضاء حتى تبرأ الذمه. نعم، وعشان برضو نوصل ليه احنا دايما بنقول الخروج من الخلاف اولى. يعني البعض الذي يقول بأنه الإنسان يقوم يؤدي الحسنات الكثيرة ويتطوع بنوافل كثيرة حتى يغفر له ما سابق ما قصر فيه، جميل، طب من باب أولى بقى وأنا بأدي النوافل أقضي ما فاتني من أداء هذه الصلوات على وقتها، لأن أنا أخطأت في حاجتين. في وقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأنا فوتت الوقت وفوتت الصلاة، يبقى لابد من القضاء قدر طاقتي، أنوي ذلك وأستغفر الله ليل نهار على هذا التقصير، وقت بقى ما أتمكن أقضي، ولما أقضي أقضي يعني مثلا إيه بالأركان على طول، يعني مثلا هقرأ الفاتحة بدل 3 تسبيحات أو 5 أو 7 أعمل تسبيحة القدر الأقل عشان أقدر أقضي مما علي قدر طاقتي مع التوبة والاستغفار وكثرة التنفل. لو علي سنوات كثيرة أعمل كده، أو علي مثلا 5 صلوات أو أقل من 5 صلوات على طول أقضيها. إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، مع دوام إعلان التوبة لله، مع دوام الاستغفار، مع دوام العودة إلى مولانا جل جلال الله، الاستغفار وندم القلب على ما التقصير الذي قد يكون وقع فيه الإنسان، وهذا لا يخلو منه أي إنسان منا، فنستغفر الله العلي العظيم.